وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونحن في يوم الاثنين لثلاث خلونا من شهر ذي القعدة الحرام لعام 39 و400 ألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. سأل كريم مسأل يقول: هل يوجد شيء يقال عند شراء سيارة جديدة؟ نعم، يوجد حديث رواه أبو داود في سننه، وابن ماجه في سننه، والحاكم في المستدرك، والبيهقي وأبو يعلى الموصلي في مسنده، وأيضا الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، وهذا حسنه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء، والإشبيلي عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى، وابن دقيق العيد في الإلمام، وأيضا حسنه من المعاصرين رحمة الله على الجميع الشيخ الألباني والشيخ شعيب الأرناؤوط، وهذا وقال به أيضا الشيخ عبد المحسن العباد محدث المدينة رحمة الله على الجميع أحيانا وأمواتا. وهذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وزاد: وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك، وليقل مثل ذلك. إذا أنت الآن تجي على السيارة، إذا اشتريتها جديدة أو مستعملة عند غيرك وانت اشتريتها منه، تضع يدك على مقدمة السيارة وتقول: بسم الله، اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. قالوا: ويستفاد من ذلك الدعاء بالبركة، ويسأل الله خيرها ويستعيذ به من شرها. وقال الشيخ العباد في الشرح سنن أبي داود: وكذلك في السيارة والسائق ونحوهما. والشيخ الألباني أيضا في كتابه آداب الزفاف في حاشية الكتاب لما سئل قال: وسئل عن هل يقال هذا الدعاء عند السيارة عند شراء السيارة؟ قال: نعم، لأنه يسأل الله عز وجل خيرها ويعوذ به من شرها، ويعوذ بها به من شرها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.